أهلا أحبائي من كفر نحوم من المجمع القديم اللي بتطل على البلدة بلدة كفر نحوم المنهدمة وطبعا منشوف كمان بيت بطرس أو كنيسة الرسول بطرس رح أتكلم عن دينونة كفر نحوم احنا شفنا عدم إيمان كفر نحوم ولكن في هذا الفقرة أو في هذه الفقرة راح اتكلم عن الدينونه دينونه كفر نحوم قال يسوع ان سكت هؤلاء فالحجاره تتكلم وفعلا اليوم الحجاره بتتكلم في كل مكان واللي بشاهد البرامج في المواقع الكتابيه بتعرفوا ان انا بسافر على اماكن كثيره منها تركيا اليونان الاراضي المقدسه وين ما بتروح بتشوف حجاره بس هذه الحجاره بتتكلم يعني لما كنت في افسس تذكرت كلام الرب لكنيسه افسس عندي عليك انك تركت محبتك الاولى فتب واعمل الاعمال الاولى لئلا اتيك عن قريب وازحزح منارتك من مكانها ان لم تتب الكي المفتاح هو التوبة فإذا هذه الحجارة بتتكلم شو بتتكلم؟ مش بتتكلم عربي ولا لغة تانية بتتكلم رسالة سماوية لكل من يشاهد إنه لكل فعل في ردة فعل وما يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا وإنه في كل شيء في عواقب وفي دينونه والخطيه طبعا اجرتها موت كما يقول الكتاب المقدس اوليس عجبا شعب الناصره لم تؤمن بالمسيح بل ارادوا ان يطرحوا المسيح من الجبل المسيح التي قالت عنه الجموع في انجيل متى اصحاح 21 ولما دخل اورشليم ارتجت المدينه كلها قائله من هذا اجابت الجمعة وقالت انه يسوع النبي الذي من ناصره الجليل ابن الناصره النبي بقل التعريف اللي تنبا عنه موسى ومع كل هذا شعبه رفض ولم يؤمن بالمسيح. اوليس عجبا مدينه السلام اورشليم لم تعلم ما هو لسلامها قال يسوع هو ذا بيتكم يترك لكم خرابا وفعلا سنة سبعين ميلادي جاء تيتوس ودمر المدينة ودمر الهيكل دمر أورشليم وأخذ إلى السبي ناس كثيرون وهنا أحبائي كفر نحوم كفر نحوم تعني مدينة الراحة أو قرية الراحة أو قرية التعزية لم تعلم ما لراحتها لقد عنف المسيح المدن، لقد وبخها وقال لكفر نحوم والمدن اللي حواليها وانت يا كفر نحوم المرتفعه الى السماء ستهبطين الى الهاويه. نعم احبائي لاقت كفر نحوم دينونه فواجهت زلازل عديده واليوم بتشوف كل البيوت الحجاره القديمه الحجاره السوداء البازلتيه وسواء المجمع القديم اللي هو من الحجاره البازلتيه اللي هو تحت هذا المجمع والمجمع هذا الابيض اللي من القرن الرابع تم تدميره بالكامل حدثت عده زلازل في هذه المنطقه وفي القرن السابع كانت مهجوره تماما، شافت الدينونة وتم كلام يسوع المسيح. والشيء الأغرب إنه كان في تسع مدن حول بحيرة طبرية، شايفين البحيرة حولي؟ فأيام المسيح كانت مزدهرة وعامرة قرى ومدن، لكن اليوم بتشوف وبتحس في هدوءها لأنه بحيرة طبرية واحدة من الأماكن المفضلة بالنسبة إلي. مدن تسعة كلها اندثرت ما عدا بلد واحد اللي هي طبريه طبريه كانت بلد وثني بناها هيرودس انتيباس لتيباريوس قيصر مشان هيك سماها طبريه وهي المدينه اللي يعني بقيت فيها سكان لليوم وهي المدينه الطبريه اصبحت المدينه الدينيه الرابعه المدينه الاولى هي اورشليم بسبب الهيكل المدينه الثانيه بسبب آه، الاباء ابراهيم اسحاق ويعقوب في الخليل اللي هو حبرون والبلده الثالثه بالشمال اللي هي صفد واللي قال عنها يسوع لا يمكن ان تخفى مدينه موضوعه على جبل والمدينه الرابعه طبريه لكن اصبحت مدينه متدينه آه، يهوديه كل هذه المدن الاخرى لا ترى الا اكوام الحجاره وبوادر وأثار الدمار في كل مكان تعرفوا لقد وصف التلمود اليهودي أهل أو سكان كفر نحوم بالفاسقين بكلمات أخرى هذه البلدة كان عندها أعظم فرصة هذه الفرصة تكلم عنها يسوع لو كانت هاي الفرصة عند سدوم وعمورة قديماً لتابتا في الرماد فهذه البلده سمعوا وراوا يسوع المسيح سمعوا صوته تعليمه وشافوا معجزاته ولكن الاعجب كيف لشخص لا يؤمن ولا سيما عندما ينظر الى وجه يسوع المسيح فعلا احبائي تمت النبوه وهذه البلده دمرت بالكامله ارادوا ان لا يتركوا حياه الراحه لكن الله لا يريحهم كما قال يسوع لواحد من التلاميذ ليس احد يضع يده على المحراث وينظر الى الوراء يصلح لملكوت السماوات عقبها لعدم ايمانها لانهم راوا الادله وراوا البراهين ولكنهم رفضوا الابن دينونه الرب لابد ان تاتي يقول الكتاب المقدس الذي يؤمن بالابن له حياه ابديه والذي لا يؤمن بالابن لن يرى حياه بل يمكث عليه غضب الله ها نحن نقف على التاريخ في المناطق التي اكتشفت بلد يسوع او وطن يسوع الثاني كفر نحوم ولكن الحجاره ما زالت تصرخ انتبه احذر احذر اه لروحك اه او كما يقول الكتاب المقدس ام تستهين بغنى لطفه وامهاله وطول اناته غير عالم ان لطف الله انما يقتادك للتوبه ولكنك من اجل قساوتك وقلبك غير التائب تذخر لنفسك غضبا في يوم الغضب واستعلان دينونه الله العادله الذي سيجازي كل واحد حسب اعماله لان ليس عند الله محاباه فاذا هذا درس من التاريخ شافوا المعجزات شافوا يسوع ومع كل هذا لم تؤمن لكن في كثير ناس امنت طبعا في قطيع كبير من هذا البلد اللي آمن في يسوع المسيح ولكن بشكل عام عاقبها لعدم إيمانها بسبب كل الدلائل والبراهين رفضوا الإبن تعرف أحبائي مكتوب عن الرب أنه جاي ولا يتباطأ عن وعده كما يحسب قوم التباطؤ لكنه يتأنى علينا لا يشاء أن يهلك أناس بل أن يقبل الجميع إلى التوبة المفتاح هو التوبة المقرونة بالإيمان من كفر نحوم صليها قل له يا رب ارحمني ارحمني أنا الخاطئ صليها قل له يا رب أنا بتوب أمامك ها يمكن فرصتك اليوم من خلال الشاشة قل له يا رب أنا بتوب أمامك ارحمني فالله الآن يأمر جميع الناس في كل مكان أن يتوبوا متغاضيا عن أزمنة الجهل توبوا لتمحى خطاياكم لكي تاتي اوقات الفرج من وجه الرب. او كما يقول مزمور اثنين قبلوا الابن اي يسوع المسيح قبلوا الابن لئلا يغضب فتبيدوا عن الطريق.